اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهاردة هعمل معاكم طريقتي في عمايل الكبد والقوانص، تمام؟ أولا أنا سلقت الكبد والقوانص، أنا بسلقها زي اللحمة أو الفراخ يعني، بس أنا لما سلقتها كان لقيت التليفون مقفول. بنضفها كويس، ولو في قلوب بكون فاتحة القلوب وهي لسه نية، عشان القلوب بيبقى جواها دم وجواها حاجات كده. وبعدين بحط ميه بتغلي على النار، واحط فيها ورق لوري وفلفل اسمر وملح ومستكه وحبهان، وكاني بسلق فراخ او لحم. وبحط فيها الاول القوانص، وبعد كده برجع احط بعدها بشويه بحط الكبد والقلوب، تمام. بتتسلق، بشيل بقى منها اي دهون انا مش عايزاها من القوانص والكلام ده، بنضفها وبقطعها، يعني بشيل منها الدهون الزياده والحاجات دي انا مش عايزاها. معايا هنا بقى طاسة كده على النار، هحط فيها شوية زيت وأي مادة دهنية انتي تفضليها، انتي حر. معايا هنا فلفل ألوان، ده فلفل حامي ده حسب الرغبة. معايا فلفلاية صفراء وفلفلاية حمراء، انتي حر عايزة تحطي فلفل حامي بس، فلفل عادي كوبي، يعني حسب الرغبة. هدي الفلفل تشويحة بس، معايا هنا هوت توم، معلقة توم مفرومة، ومعلقة كمون، وفلفل سوري وملح. دول هعمل ايه فيهم؟ هعصر عليهم ليمونة. انا هحط لهم معلقه عصير ليمون، وهحط لهم كمان معلقه خل، الفلفل كده يا دوبك حطيته بس خد تشويحة في الزيت. هحط القوانص، هي مسلوقة طبعا بس برضو هي عشان الكبدة ما تتهريش، القوانص والقلوب مع بعض. الطريقة دي يا بنات جربوها، لو انتي بتحبي تاكلي الكبد والقوانص محمرة جربيها، مش هتلاقي فيها ان شاء الله اي ريحة زفارة، وهتعجبك جدا بالطريقة دي. دي كمان ممكن تعمليها بالطريقة ده، هي وتعملي بيها طاجن مكرونة، طاجن تحطيها في طاجن رز معمر بنفس الطريقة دي كده بالظبط، بس هنستبدل الثوم بالبصل. هناخد بس تشويحة كده يا بنات ونشوف هنعمل ايه. الكبد والقوانص دي انا كنت ذابحة فراخ وتصورت الفيديو معاكم، دي الكبد والقوانص بس الفراخ اللي انا كنت مجزقاها معاكم كده. خلاص انا هحط الكبدة، هي مش بتاخد وقت معاكي كده على النار خالص نهائي، لانها مسلوقة هي مستوية. دلوقتي بقى انا هقلب التومة بالكمون بالملح بالليمون بالخل،
ننزلها هنا. اول بقى ما بتحطي التومه كده بالحاجات اللي احنا حطيناها دي عليها بتشمي بقى ريحتها ولا اروع. بجد بجد يعني لما تجربي الطريقه دي هتعجبك جدا. انا يا بنات حطيت التومه اخر حاجه، انا مش عايزه طعم التومه يبقى طعم تومه محمره، يعني انا عايزه طعم التوم الني، مش عايزاها تبقى طعمها توم متحمر، والا كنت حطيت التوم في الاول. بتفرق بقى، بتفرق كتير في الطعم، وخصوصا عشان هي الكبد والقوانص، يعني في ناس كتير ما بترضاش تاكلها عشان بتحسي فيها بريحه زفاره كده شويه. الطريقة دي ما بتخليهاش خالص فيها اي ريحة زفارة، وطبعا ده يرجع برضو ريحة الزفارة دي بترجع لطريقة غسيل الكبد والقوانص. بس كده يا بنات هسيبها بس دقيقتين على النار ونقدمها ونشوفها مع بعض. بس كده يا بنات، واهيت سبتها بعد ما شفتوها دقيقتين بس على النار وحطيتها في الطبق كده. اتحمري بقى جنبها طاسه بطاطس، مفيش جنبها حاجه خالص تتاكل كده، جنبها طماطم ومخلل، جميله ولذيذه جدا. جربيها ان شاء الله بالطريقه ديت وهتعجبك جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك للفيديو، واللي ما عملش اشتراك للقناه يشترك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من مطبخي، مطبخ ام حسن على التلفزيون. سلام عليكم.